تواصل وزارة التربية والتعليم تنفيذ خطتها في إخلاء عدد من المدارس القديمة بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص، وذلك بهدف المحافظة على سلامة وأمن الطلبة والعاملين في تلك المدارس، مع توفير البدائل والمعالجات اللازمة لاستيعاب الطلبة في مدارس أخرى خلال العام الدراسي المقبل. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي في استوديو مركز الأخبار سعادة الأستاذة لطيفة البنوضة، الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم. مساء الخير أستاذة لطيفة. في البداية، يعني موضوع إخلاء المدارس القديمة هو أمر طبيعي للحفاظ على الأمن وسلامة الطلبة والعاملين أيضا في هذه المدرسة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. لعل يعني أول سؤال يتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم عن البدائل والحلول التي وضعتها الوزارة لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي والمؤقت أيضا. طبعا فيما يتعلق بالحلول، خلينا نقول اللي وضعت من أجل سلامة الطلبة، هو أن احنا نوفر لهم المكان المناسب بحيث أن احنا يعني يكون هذين الطلبة في مأمن، بالمقابل تكون المدارس اللي تم نقلهم إليها قريبة منهم من سكنهم، بالإضافة إلى أن تكون المدارس اللي تم انتقالهم إليها تتمتع بمميزات عدة، منها على سبيل المثال أن هي حصلت على تقدير عال سواء كان جيد أو ممتاز في تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب، بالإضافة إلى أن هذه المدارس فيها طاقة استيعابية يمكن أن تستوعب هؤلاء الطلبة. أيضا أخذنا بعين الاعتبار أن ما ننقل طلبة صغار في السن إلى مناطق بعيدة جدا نائية، نحاول قدر المستطاع أن تكون قريبة من مدارسهم. فهذه هي الإجراءات الأولية أو المبدئية اللي احنا أخذناها في عين الاعتبار، وفوقها كأولوية هو أمن وسلامة الطلبة، وأيضا أن يكون هناك مقعد دراسي لكل طالب من حقه أن يتعلم بالصورة الصحيحة. نعم أستاذة لطيفة، يعني بالحديث عن الإجراءات التي تم تنفيذها يمكن فيها جانبين، جانب يتعلق بتوعية وتوضيح الصورة لدى أولياء الأمور، والجانب الآخر يتعلق باستعدادات الوزارة من الناحية الفنية والإدارية لعمليات الإخلاء واستيعاب بقية الطلبة المتواجدين في هذه المدارس القديمة. أي طبعا احنا اول بعد من يعني في هذه اللحظة يسعدني ان انا يعني اشكر اولياء الامور لتعاونهم صراحة معنا، يعني هم تفهموا ان سلامة عيالهم فوق كل اعتبار، وبالتالي تعاونوا معنا يعني الى اقصى الحدود. فعلى سبيل المثال احنا حاولنا ان يكون هناك توعية من خلال الإدارات المدرسية، فالإدارات المدرسية مشكورة أخذت دور ومسؤولية على عاتقها بأنها تخطر أولياء الأمور بعملية نقل أبنائهم من وإلى. بالمقابل أيضا احنا كوزارة التربية والتعليم استقلنا كل وسائل التواصل الاجتماعي سواء كانت المرئية أو المقروءة، أو طبعا اللي من خلال أن يكون في عندنا تواصل مباشر. فإحنا رتبنا أيضا مع أولياء الأمور من خلال وزارة التربية والتعليم لقاءات مع خلينا نقول أقلب أولياء الأمور اللي كانت عندهم استفسارات، وحاولنا نرد على جميع الاستفسارات. وللأمانة أثناء ردودنا على الاستفسارات كانت أولياء الأمور يعني جدا مسرورين بالأماكن اللي إحنا خلينا أبنائهم فيها. يعني إحنا كنا قد نقول بعض الأولياء الأمور يقول لا ليش نقلت ولدي ذي المدرسة أو وديت هذه المدرسة. للأمانة كانت كل يعني خلينا نقول تعاونهم معنا وردود أفعالهم جدا مشجعة. يعني في ناس كانوا يطلبون المدرسة اللي إحنا كنا يعني اوريدي حاطين عيالهم فيها. هذا الأمر أستاذ لطيفة يقودنا إلى الحديث عن إلى أي حد راعت الوزارة التوزيع السكاني والمناطقي بالنسبة لنقل الطلبة إلى المدارس بالضبط. الأخرى يعني خلي أعطي مثال، إحنا مثلا عندنا في المنطقة الشمالية إحنا عندنا مدرستين محاذيتين لبعض اللي هي كرزكان والخليل بن أحمد. نعم. فإحنا قلنا طلبة كرزكان هي المدرسة المتضررة. نعم. فيها أطفال الابتدائي. نعم. فأخذنا أطفال الابتدائي وديناهم الخليل اللي هي المدرسة المتضررة. نعم. شلنا طلبة الخليل اللي هم كبار في السن الإعدادي ووزعناهم على المناطق اللي هي قريبة منهم. نعم. فالمناطق مثلا على سبيل المثال اللي قريبين من مدرسة الميثاق واللي هي المالكية وديناهم المالكية. نعم. فكانوا الأهالي مسرورين أنهم بيروحون المالكية وهي قريبة بالنسبة لهم. نعم. مثلا اللي بيوتهم مثلا في كرزكان وديناهم مدينة حمد لأن هي أقرب لهم. نعم.
القزالي ايضا نفس الشيء، قريبه من مثلا لوزو دمستان، فكل هذه الاماكن اللي هي قريبه من بعض حاولنا نجمعهم مع بعض ونوديهم. بالمقابل ايضا في مواصلات راح تنقل الطلبه من والى هذه المدارس اللي احنا تم نقلهم اليها. نعم، يمكن هي على الورق تبدو عمليه معقده، لكن قدره وكفاءه وزاره التربيه والتعليم الحمد لله. في يعني التمكن من انجاح مثل هذا المشروع الكبير هو امر مميز يحسب لكم سعاده الاستاذه لطيفه البنوضه، الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزاره التربيه والتعليم. شكرا جزيلا لك على قبولك الدعوه وتواجدك معنا في استوديو مركز عفوا. احنا يعني شرفنا، لان احنا يهمنا هذه احدى وسائل التواصل الاجتماعي مع اولياء الامور. نعم، شكرا جزيلا. العفو.